توقف طويل جدا، نسق المباريات، وهذا ما يعني تحدث مع اللاعبين يعني يقولوا لي باللغة الدارجة حسينا رأسنا مخنوقين. عادي جدا ريد. باش تقول لي هذا الفريقين الاثنين اظن يعني اسهل يكون اصعب الفريق اللي يجري ورا نتيجة مقارنة مع فريق اللي يدافع ويلعب على المرتدات. زيد عن ذلك يعني غيابات، لابد أقول صراحة أنها غيابات مؤثرة، يعني لاعبين مميزين يعني غايبين، نذكر منهم دراج اللي كانت عنده قيمة جدا يعني قيمة كبيرة جدا في وسط الميدان. هذا هو كم من مباراة لعبنا وكان عندنا استحواذ كبير جدا وما سجلناش في مثل هذه المباريات بعد توقف طويل ضد فريق عنده إمكانيات، رجع يعني عنده إمكانيات، فرجنا فيها ضد الرجاء في مباراة ودية، فريق فيه لاعبين عندهم خبرة كبيرة في فريق طنجة. أهم شيء في مثل هذه المباريات وعودة البطولة هي 3 نقاط. الحمد لله مجهودات اللاعبين يعني تمكننا باش نسجلوا هدف ونحافظوا على النتيجة، رغم اللي حتى في المباراة حتى ما كناش يعني في مستوى كبير، لكن خلقنا عديتهم بالضبط 6 فرص صنع للتسجيل، تقريبا 3 الشوط الأول و3 الشوط الثاني. هذا هو يعني مهمتنا الحمد لله 3 نقاط، لكن ما اتفق معكم حتى الآن يعني اليوم بالذات المستوى ما كانش يعني، لكن أظن يعني مش طول الحكاية يعني يرجع نسق ويرجع لاعبين نرجعوا إن شاء الله في المستوى الأحسن. ماتش داس لي 20 بروميير مينوت كانوا لي فارم زيانين، كان بداو جا كان عندهم طونفور ديالهم، درنا واحد شانجمون تاكتيك في الميليو اللي رجعنا خدينا ليكيليبر، دخلنا كان عندنا طونفور ديالنا الاول ديال الدوزيام ميطون، ما استغناش لي زوكازيون، حتى هما جاهم لي زوكازيون بروميير ميطون، جات ضيعنا بزاف وجا البينالتي اللي صراحه انا ما نهضرش بزاف على التحكيم، انا عاود شفته في فيديو مع احترامي زعما بور موا زعما كان بينالتي باين، سال الماتش جيت سلمت على السي صبري قلت له زعما داك بينالتي باقي ما هضرتش، يلا هضرت عطاني كارتون روج، مي تنحترموا لي ديسيزيون ديال لي زاربيت، خصنا نعاونوهم عندنا ما نديرو. ما نساوش لعبنا مع فرقه شامبيون دي ماروك بليفيكتيف اللي عندهم، وصراحه جي في السيت الدراري اللي داروا مارش مزيان وتقاتلوا، وكنا باغيين ام نقطه لانه تعدمنا هاد لي 3 سيمان خدمنا مزيان، مي غادي ان شاء الله نكملوا الخدمه الماتشات الجايه.